قبل عام من الانقلاب كان أبناء تهامة يدينون قصف الانقلابيين بالطائرات لعدن، يتظاهرون تضامنا مع تعز التي قصفها الانقلابيون بالقذائف والصواريخ. كانت المسيرات السلمية الرافضة للانقلاب في مدينة الحديدة تقمع بالرصاص الحي. قتل واختطافات واقتحام لمؤسسات الدولة والمعسكرات والمنازل، برنامج قمعي وأيام دامية ودموية استهدفت بها ميليشيا الحوث والمخلوع أبناء تهامة الرافضين للتدخل الإيراني. اتسعت دوائر الخيانة للانقلابيين، سخروا المطار والميناء في خدمة الغزو الإيراني لليمن. كان ليل 26 من مارس العام 2015 الليلة الفاصلة في إيقاف أحلام انقلاب أسقط صنعاء ليبيعها للمشروع الطائفي الإيراني الدموي. خرج أبناء تهامة كغيرهم يؤيدون دول الخليج العربي لإيقاف المد الإيراني في اليمن، لتطفئ عاصفة الحزم أحلام الإيرانيين وحلفائهم في المنطقة، لتضع أمام اليمنيين أمل استعادة الشرعية والوطن من مخالب الانقلاب. عبد الحفيظ الحطامي لقناة سهيل الفضائية.